بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد أن نعلم أن فضل الله واسع ودينه شامل جامع، والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وتبيانا لكل شيء، أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم حتى ننهل من سنته ونأخذ من مشكاته ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا دون عناء أو تكلفة. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله: المؤمن مرآة المؤمن، حديث عظيم وجيز قليل الألفاظ. هذه هي جوامع الكلم. الحديث عبارة عن ثلاث كلمات: المؤمن مرآة المؤمن، ثلاث كلمات لكنه واسع المعنى كثير الفوائد لمن تأمله. فيه وصف للمؤمن الكامل الصادق في إيمانه، وتذكير لكل مؤمن بأن الإيمان لا يكتمل في قلبه حتى يكون كذلك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن؟ لماذا لم يقل المؤمن مثلا شيء ثاني للمؤمن؟ قال أن اختار المرآة، لأن المرآة عندما تنظر في المرآة فإنك لن ترى إلا صورتك على حقيقتها وطبيعتها في واقع الأمر، والمرآة صريحة وصادقة، لا تعرف الكذب ولا النفاق ولا الغش ولا الخداع ولا الشحناء ولا الحقد ولا الحسد، لأنها تذكر العيب كما هو، لا تصغره ولا تكبره، ولا تأخذ العيب في قلبها، ولا ينطبع هذا العيب في صدرها شيء، بل بمجرد تفارق المرآة يذهب ما عكسته من المعايب. وهكذا المؤمن الكامل في إيمانه الصادق مع أخيه المؤمن، لا يكذب عليه ولا يغشه ولا يخدعه ولا يبغضه ولا يحقد عليه ولا ينافق. لهذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، مثل المرآة. صفات المرآة أيضا أنها عادلة في وصف الشيء، تعطيه حقه من غير زيادة أو نقص. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون كذلك، لا يمدح أحدا بما ليس فيه. المؤمن مرآة المؤمن، من صفات المرآة أيضا تظهر لك العيب واضحا لتراه، وتذكر العيب تذكره وجها لوجه. المرآة لا تحكي العيوب من ورائك ومن خلفك، ثم إذا فارقتها فإن صورتك تذهب معك ولا تبقى في هذه المرآة، لأن المرآة لا تعكس صورتك إلا في حضورك، فإذا غبت زالت صورتك. وهكذا المؤمن يحفظ أخاه في غيابه، يستر عيوبه ولا يختابه ولا يذكر عيوبه إلا أمامه، لأن المقصود إصلاحه بالخصوص لا ازدرائه ولا تحطيمه. المؤمن مرآة المؤمن. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ كلمة قصيرة، ألفاظ قصيرة، ثلاث كلمات، مرآة المؤمن. من صفات المرآة أيضا أنها لا تريك إلا الظاهر. المرآة لا تتدخل في السرائر، لأن السرائر أمرها إلى الله وحده. فإن يعني المرآة هي ستارة للعيوب الخفية. عمرك وقفت أمام مرآة وقال لك يعني وقال لك أنت يعني في قلبك هكذا وهكذا عيوب كذا عيوب؟ لا، لا تظهر إلا الظاهر، أما ما ستره الله لا تظهره. هكذا المؤمن يجب أن يكون ستار للعيوب. المؤمن مرآة المؤمن، يعامل الناس بما يظهر منهم ولا يتكلف بواطن الأمور. فلا تجد المؤمن الكامل إلا وهو يحسن الظن بأخيه ويلتمس لخطئه عذرا ولا يفتش عن المخفيات. المؤمن مرآة المؤمن. من صفات المرآة أيضا أنها كالمستشار الخاص، يعني كلما أراد الإنسان أن ينظر إلى شخصه، كلما يريد أن يتأكد من وجهه وين يروح، أو في وجهه، أو في هل في يعني في بدني عيوب أو في وجهه عيوب، أو أراد مثلا أن يذهب إلى مناسبة، يحتاج إلى مناسبة تحتاج إلى تجمل، فإنه وين يروح؟ يذهب إلى المرآة. وهكذا المؤمن الصادق الناصح. لابد المؤمن أن يكون مستشار لأخيه، يحب المؤمنون
استشارته ونصيحته وتوجيهه كلما احتاجوا إلى ذلك. المؤمن مرآة المؤمن. من صفات المرآة أيضا أنها تتعامل مع الجميع على السواء، لا يفرق. المرآة لا تفرق بين صغير وكبير أو جميل وقبيح وغني وفقير وشريف ووضيع، بل تعطي كل ذي حق حقه. فلو اجتمع أمامها كل أصناف البشر في وقت واحد لأعطت كل ذي حق حقه، لأنها مخلصة في بيان العيوب والمحاسن. مخلصة المرآة، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن. كذلك إخواني، على المسلم أن يلزم الصدق في الأقوال والأعمال. فإذا لزم المسلم الصدق في الأقوال والأعمال، هذا الصدق علامة على صدق إيمانه. وكذلك يحذر المسلم من الكذب، لأن الكذب من أقبح الخصال وأبرز علامات النفاق الظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا دليل على أن الصدق في القول والعمل سبب لصلاح العبد وهدايته، والكذب سبب لضلال العبد وانحرافه. كذلك يدل على أن مجاهدة النفس في ملازمة الصدق في الأقوال والأعمال والتعاملات والبيع والشراء والمواعيد والعهود والمواثيق سبب لنيل المراتب العالية في الجنة، ألا وهي مراتب الصديقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصديقين، ونفعني وإياكم.